السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجهه دون الحسين. في مثل هذه الليلة نتعلم من صاحبها القاسم بن الحسن، والذي كما تذكر كتب التاريخ والسير أنه لم يبلغ الحلم، ومع ذلك كان متعطشا لنيل الشهادة، كان مقدامها في مثل ليلة العطش من المحرم. جمع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه وخطب فيهم خطبة كان من ضمنها أن أراها منازلهم في الجنة، وكان القاسم بن الحسن عليه السلام واقفا مع الأصحاب ومع الجنة، وحينما لم يريه الإمام الحسين منزله في الجنة انسد من بين الأصحاب باكيا ودموعه تذرف على صحن خديه، دخل إلى خيمة أمه قال لها: أمه، الأم رأت ولدها يبكي ودموعه تجري على صحن خديه، ما بك ولد؟ ما الذي يبكي؟ القاسم لم يبكي لأنه لم يرى منزلته في الجنة، وإنما قال لأمه: لعلي لا أكون شهيدا بين يدي عمي الحسين. نظر إلى مشروع الشهادة ولم ينظر إلى ثبات الشهادة أو نتاج الشهادة أو ما الذي يحصل عليه من كافئة وهدايا بعد الشهادة، فكر في تكليفه الشرعي في أن يكون ويجاهد ويذب عن عمه الحسين. فقال لأمه: لعلي لا أكون من الشهداء، حيث لم يرني عمي منزلي في الجنة. فأخذت بيده وذهبت معه إلى الإمام الحسين. وهذا درس ثاني للنساء، درس ثاني للأمهات، ونحن نفتقد إلى مثل هذه الروح. فإذا كان في مثل واقعة كربلاء وثورة الإمام الحسين عليه السلام مع إمام معصوم، وهو إمام مفترض الطاعة، وهي الثورة بكل شرعيتها، ومع ذلك تخلف الكثير عن نصرة الحسين والمضي قدما مع الحسين عليه السلام، ففي واقعنا
ما هو مشابه لتلك الحركة. هناك رخصة من الفقهاء بأن من يمضي في هذا الطريق ويقتل فهو شهيد. الشهادة مراتب، الشهادة درجات، ليس كل شهيد ينال نفس المرتبة. فشهادة عبد الرضا أبو حميد أو أبو حميد تختلف عن شهادات بقية الشهداء، وخصوصا من قتل وهو مدبر، خصوصا من قتل وهو في بيته أو في مكان جالس. إذن الشهادة درجات تتدخل في إخلاص الشهيد، تتدخل في نيته، في مقصوده، في هدفه، تتدخل في أخلاقه، في سلوكه مع الآخرين، مع الناس. الشهادة اصطفاء. أحد الإخوة عندما استشهد الشهيد عبد الرضا أبو حميد كان يقول: الرصاصة مرت من حولي وشعرت بها فأخطأتني، وإذا بها تقتل الشهيد عبد الرضا. قلت له: الرصاصة لم تخطئك، فإن الشهيد اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه المرتبة. فهذه الدرجات تتدخل حتى في كيفية الاستشهاد. من مات وهو متوضع مات شهيدا. من مات دون ماله أو عرضه فهو شهيد. أي إنسان يقتل مظلوما، يموت مظلوما، فهو شهيد. لكن الشهادة مراتب ودرجات. فنتعلم عن أم القاسم التي أخذت بيد ولدها إلى الإمام الحسين عليه السلام: سيدي ومولاي أبا عبد الله، إن ولدي جاءني يبكي حيث لم تريه منزله في الجنة. فقال الحسين عليه السلام وهو يخاطبها ويخاطب القاسم: أن هذا القاسم العلامة من أخي الحسن، ليس لك أحد على القاسم، لكنها أنت صور. ففي بعض الأخبار أنها أقسمت عليه بحق أمه الزهراء، حتى يكون القاسم شهيدا بين يديه. هذا القسم من أجل أن يستشهد الإمام، أن يستشهد القاسم ابن الحسن بين يدي الإمام. لا، الإمام عارف عن أن القاسم عن ظني شهداء، لكن الحج الحجة على الخلق لا بد أن يلقي الحجة على الناس، على النحو. فمطلوب ما
مطلوب من أمهاتك، من أمهاتنا، ومطلوب من النساء أن يربين أولاد عشاق للشهادة، عشاق لهذا المشروع. فما أحلى هذا القتل في سبيل الله. بدأ العدو الحرب برميه سهما نحو جيش الإمام الحسين عليه السلام، وهذه المبدئية في الحرب والقتال، أن الشريعة السمحاء لم تسمح بطيعيها، الذين يطيعون الشريعة لم تسمح لهم بأن يبدأوا خصمهم بالقتال، وهذا ما حصل في ثورتهم. ومن البديهي أن يوم عاشوراء لم يكن مثل بقية الأيام، لا بالنسبة للحسين عليه السلام ولا بالنسبة لأصحابه ولا بالنسبة لأي من الثوار طيلة التاريخ. كان يوما استثنائيا وفريدا عرضت فيه العظمة الروحية الممكنة لدى الناس بأحسن وجه، لأن هذا العطاء الذي قدمه الإمام الحسين أن يقدم نفسه الغالي والنفيس والحج على الخالق وأكرم الناس من الخالق على هذه الأرض. كان يوما حارا، وكان يوم عطش أفراد من اتقى عباد الله، ويوم هتاف، ويوم صمح مدحا شديدا في التاريخ. هذا اليوم كانت كربلاء ساحة أو ساحة إثارة للحماس ومدعاة للفخر بقتال الرجال ودعم النساء والبطولات والإرشادات وطلب النصرة وإنشاد العراجيز وحب الشهادة وغيره. كل الثوار على امتداد التاريخ، كل الأحرار يستلهمون من هذه الثورة، من ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، روح الإقدام والتضحية والشهادة والفداء. لقد ثار جمع من العباد المؤمنين والمخلصين دفاعا عن القيم الإلهية، معنى أن ثورتنا هذه من أجل القيم ومن أجل المبادئ، فلا بد أن نتحدى أولا إن أردنا الانتصار بهذه القيم وبهذه المبادئ. نحن عندما نتحرك في الطريق ينبغي أن نتحرك على المبادئ والقيم، أن نجسد في سلوكنا، في تصرفاتنا، في علاقاتنا الاجتماعية مع المؤمنين وأفراد المجتمع بهذه القيم والمبادئ، أن نتمثلها، نقل في مذكراتها، نقل في مذكراتها فضيلة الشيخ علي عاشور عن موقف بينما كان الأستاذ عبد الوهاب سجينا في فترة التسعينيات. تمعنوا في هذا الموقف،
الذي هجم على بنت الأستاذ كسر محتوياته، هجم على بيته وحرمته، هذا نفسه صار يوما من الأيام سجان الأستاذ عبد الوهاب في فترة التسعينيات. تصور أن الأستاذ بخلقه بسلوكه حول ذلك السجان من شخص هو الذي بشخصه هجم على بيته، كسر محتويات بيته، هتك حرمة بيته، وإذا بنا يعشق الأستاذ عبد الوهاب واعتذر الأستاذ عبد الوهاب. وتخلى عن السلك العسكري ووظيفته في الداخل. لماذا تحول الانسان سمكا؟ لان راى بضم عينيه تلك القيم والمبادئ المتمثله امامه في شخص الاستاذ فتحول. هكذا نقل فضيلة الشيخ علي عاشور في مذكراته في كتاب مذكرات سجين. لقد ثار جمع من عباد المؤمنين والمخلصين دفاعا عن القيم الإلهية، حركتنا كلها دفاع عن القيم والمبادئ، ووضعوا كل ما وهبهم الله تبارك وتعالى في طبق الإخلاص وضحوا في سبيله. الذي يثبت عزائم المؤمنين اليوم في الثورة من الآباء والأمهات النموذج الذين لا يرتدون لأبنائهم أن يخرج مع الشباب أجل مطالبة بالحقوق والكرامة. هل أنتم تبحثون عن العزة والكرامة؟ هل أنتم تبحثون عن طريق مشروع قد باركه الفقهاء؟ هذا هو طريق مفتوح مشروع. هذا ممثل الولي الفقيه الشيخ آية الله الأراكي، مو فقط بالمقابلة، يقول يجوز استخدام أدوات الدفاع المقدس، مو فقط أحضر مسيرة وأطالب بحق من باب أولى أن أحضر في المسيرة وأطالب بعزة الأمة وكرامتها. كانوا من أهل الاستقامة. الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين إذا هيئوا الأسباب، أسباب النصر، ومن أسبابه استقامة العاملين في الساحة، وهي مسألة مهمة. ولقد قرأنا كثيرا في مذكرات شهداء لبنان حزب الله لا يرحل إلا ويتركون آثارا لا ردا. مرة من المرات وصلني عبر الواتساب موقع التواصل الاجتماعي على أن أحد الشهداء قبل فترة أتذكر اسم هذا الشهيد كان يحمل في جيبه دفتر ليحاسب نفسه بالذنب، وكان من ضمن ما كتب أنني تأخرت هكذا عن صلاة الليل أو نمت ليلة بدون وضوء. إذا هذه الأمور يعتبرها ذنوب ويحاسب نفسه بها فكيف لي؟
الذنوب تلك التي ينبغي أن تكون من باب الأعلى هي قد حاسب نفسها. كانوا من أهل الاستقامة وأهل المسؤولية وأهل الإنسانية والفضيلة والأخلاق، لأن أخلاقهم تتحرك مع حركتهم، سلوكهم استقامتهم تتحرك مع حركتهم، شوق الأصحاب من الدروس المهمة في واقعة كربلاء كيف أن الأصحاب كانوا مشتاقين للموت. لماذا لم يتخلفوا عنه كما تخلف الأكثر عن حركة الإمام ونهضته؟ ذلك الإدراك كان لدى أصحاب الحسين عليه السلام إدراك عميق لمسؤولياته، يعرفون أن ما ينبغي أن ندافع عن هذا القائد، ولذلك أحد الأصحاب سعد الذي وقف بإزاء الحسين عليه السلام حال الصلاة حتى يسلم الحسين أثناء المعركة وقت الصلاة، وقف درعا حصينا والنبال تخترق جسد سعد. وإذا به قد سقط من كثرة النبال والسهام، التفت إليه الإمام الحسين وليه رمق فقال سعد الإمام الحسين عليه السلام أوفيت يا رسول الله؟ بعد يقول أوفيت يا رسول الله؟ فقال له نعم نفيت وأنت أمامي في الجنة وخلفي، وأنت أمامي في الجنة. من الذي جعله أمامي؟ والحسين صح هذا المقام الأهم، هو الذي جعله أمامي، هو الذي يرتب مقامات أصحابه. كان لدى أصحاب الحسين إدراك عميق لمسؤوليتهم الإنسانية تجاه الحسين عليه السلام واتجاه نساء الحسين وعيال الحسين. ذلك الإدراك بشوق إلهي في نفوسهم، ولم يخف أحد منهم من رائحة الموت، بل كان الموت يفر منهم. في فترة التسعينيات كان في المعتقل الحر الجاف ضابط اسمه نادي الدوسري، كان تعرف هذا كان الكل يخاف منه، حتى المقيم قيس السجن خاف منه، هو ضابط هو خاف إلى الشهر. من توصل الساعة في منشئ مساء الكل لابد للموقف، من يوصل من الشرطة من الضباط الباقي كروح لعبد الكبير دون مال حياته حتى الموقوف يخشون. وإذا يدخل زنزانة لازم كل يوقف، دخل إحدى الغرف كلهم وقفوا إلا شخص واحد، تعرفون من هذا؟ لا هو عادي
ولا هو مثقف ولا هو شخص بسيط طحاح من كذا كذا اسمه سيدنا احمد. كان مسترخي حافظ جوع على الجوع. هذا الموقف لن انساه ابدا. اجى الى الشرطي اللي ويا الضابط رفسه برجله. قم ويشوف نايم باشر. قال الى ان انتهش كلهم واقفين مرتوب فيه وياه في الغرفه كلهم واقفين بالدرب. رفسه مره ثانيه هذا يقول اجى الضام الشيخ سندن ناظر الدوسري حتى يرفس رفسه يعني بعد تعرفون شدتها حتى يوقف السيف. قال له السيد من انت حتى اقف لك؟ انت واحد في المثقيل. كان النابض خلى الفرد على القلب السيد فتح صح قال لنا إذا كنت رجلا وتحاول أن تكون شجاع بهذا الزي فاطلق الرصاص. من 500 معتقد شخص واحد وما تجرى ان يطلق الرصاص. كان في منفي في عمر ثاني نقير اجى ركير بسرعة اخذ الفرد واخذ كبوس ماله والظاهر عندهم قانون اذا جرد من كبوس ماله فرد ماله يعني جرد من وظيفه العسكري طار. صحيح فنقل نقلوه بسبب هذا المقل وصار فرح للجميع. ما هذه الروح التي تحمل حساس؟ لو كان هؤلاء 500 معتقل يمتلكون كلهم كلهم ما الذي يحصل؟ أجل إن قصة عاشوراء هي قصة شباب متحمسين تخلوا عن جميع غلاتهم وجاءوا إلى ساحة المواجهة. مشكلة أن الذي يتكلم عن أن هذه مسيرات الشباب التي تدعو إلى نور بعض يتكلم هكذا لو سقط شهيد يحضر آية الله الشيخ عيسى قاسم حاجة صدق يعني لو في شهيد الشيخ آية الله الشيخ عيسى صدق صلي عليه عليه تفضل صحيح. وهي قصة شيوخ شعروا أن الشيخوخة ليست عذرا للجلوس في البيوت وحين تكون هناك ضرورة يجب أن يقوم الشيوخ بالمواجهة وتقبل الشهادة وهذا واجب وتكليف. يعني لو احنا نعتذر من الآباء صمود حج صمود لكنا كثير.
لكن الخوف والجرم هو الذي تغلب على النفس بتبريرات الوحي. كانوا رجالا محبين وقد تحملوا جميع المصائب من اجل لقاء المحبوب. هذه الحركه كل المنكرات اثر الظالمين، اثر الجلالين، اثر الطغاة، اثر المستكبرين من اجل ان يرغب المؤمن الى لقاء المؤمن الحقيقي هو الذي يرغب في لقاء المؤمن. لان الدنيا سجن ويحتاج هذا المؤمن ان يخرج من هذا القلب ومن هذا السجن. وقد اوقدوا مشاعر حب الله في قلوبهم واحرقوا فيها عقل العامه ومنطقهم ونسوا كل شيء. ضربوا بكل شيء عرض الحائط. ولو سمع الشباب في 14 فبراير الى الاخرين عندما اوقفوهم وحاولوا ان لا تخرج مسيره في يوم 14 فبراير لو سمعوا له لما جد لما كان مكانك فوق. واليوم يعترفون ان الثوره صح صح والتحرر من القيود والاغلال وذله المهمه. ونسوا كل شيء بصدق واخلاق وجعلوا الشهادة هدفا أعلى في الحياة. إذا الإمام الحسين عليه السلام أراد أن أربي جيلا هكذا وحشة الشهادة. شوفوا مثال أنصار الله في اليمن. سنوات الآن فرض الواقع. أين هم سنوات؟ يبنون أنفسهم. نحن بدل أن نبني أنفسنا طوال 13 عام كنا في خلال هذه 13 عام نسقط بعضنا الآخر منشغلين بقضايا جانبية وكأنها حرب عصابات بين المؤمنين. لما هذه القضايا الجانبية؟ أنت تتحرك في مشروعك وأنا أتحرك في مشروعك لنتكامل فيما بيننا. لقد خسرنا السنوات كانت كفيلة بأن ننهي أنفسنا عن التأخر. كانوا أشخاصا جيدين بما فيه الكفاية. كانت تجارتهم مع الله وهي تجارة كانوا يعتبرونها تجارة رابحة قطعا بل حازوا على مرتبة لا في صدر الإسلام ولا حتى مع حجة المنتظر تروحون وترى بمقدمي في الله. بعد أصحاب الإمام الحسين أعلى مرتبة. لقد عاهد الله فقط مو أن أضع أمامه وأصبعين. تلك المعادلات النادرية هم جيش وعسكر وعندهم سلاح وعندهم كذا وكذا. وين إيمانكم بالله عز وجل؟ أين التوكل على الله؟ صحيح الإنسان المؤمن الحركة الإسلامية تدرس أوضاعها جيدا لكن ليس هذا أساس في الحركة. الأساس في الحركة مبدأ التكليف على الواجب. خطط، ناقش، اغرس، لكن لا تتحدث ولا تزرع الأول تحدث. كم من تحدث عن تراجع لقد عاهدوا الله فقط وانقطعوا عن غير الله
ولهذا لم يمكن تهديدهم وتخويفهم بالسهام والسوس. يعني المدرعات المصفحات داخل القرى كلها علشان يخوفونهم، لأن التخويف يهزمك من الداخل. إذا هزمك من الداخل هزمك من الخوف. أنت كانوا رجالا شجعانا لأنهم لم ينسوا هدفهم خلال الاشتباكات، وكانوا بلغوا من حيث الرشد والكمال درجة رفيعة بحيث صمموا على التضحية لكيانهم المادي، وكانوا يريدون رفعة الإسلام فقط، ما كانوا يبحثون عن مصالح، كان الهدف هو الإسلام، رفعة الإسلام وعلى كلمة بدأت المعركة ولم تتجاوز فترتها على ما يبدو 6 إلى 8 ساعات في تلك الفترة القصيرة بطولة تحير العقول والأفكار. كان تفكيرهم بالشكل التالي، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. كان تفكيرهم: نحن على الحق ونتقدم من أجل إحياء الحق وإقامته، ولا نخاف في الله، ولا نخاف لو ماتنا، ولا نخاف الموت في هذا الطريق. كانوا صادقين في ساحة المعركة من أجل الوصول إلى الهدف بهذا الشكل، بشكل حيث رفضوا الأمان، رفضوا الأمان الذي عرضه العدو عليه، ورفض الاستسلام. احنا بنفرج عن التقاليد هاي وعن المسلمين، بس توقف عن حركتهم في الساحة، تتوقف. ليست القضية في المعتقلين، القضية في الهدف الذي من أجله اعتقد هؤلاء. إذا تحقق الهدف الكلام كان تكلم، وداهم بعد على ولدهم فيهم خير، خلي يطلع الشعب الشعب. الضمان وكانوا شجعانا واسودا، وكانوا يرحلون بالموت، وكانت تصرفاتهم في المعركه بشكل بحيث لم تكن تنطبق مع الموازين الاعتياديه للعقل والمنطق البشري. ولذلك البعض يعني هذا الحجر هو اللي بيصيرها طلقات الشوزين ورصاص الحائط، يقول لها في معادلات منطقية لم يستحق، لكن في ساحة العمل في سبيل الله هذه المعادلة حاكمة، لأن الثورات لا تقاس بالعقول، الثورات لا تقاس بالعقول. يعني عدد قليل 72 أمام 30,000 أو يزيدون، منطقة ما ممكن واحد قبل. كان كلما نقص عدد الأصحاب بسبب الشهادة زادت جرأة المتبقين وارتفعت بعضهم. كل ما زاد عدد المعتقلين لازم احنا نزيد شنو؟ رصيد في الجرأة والشجاعة والاقدام والحضور في الساحة. كانوا فدائيين للإمام عليه السلام، و
وكانوا يدورون حول موت الفراشة من أجل الحماية. في الهجوم الذي وقع في صباح يوم عاشوراء أصيب زهير بن قين بسهام وجرى الدم من أماكن مختلفة في بدنه. جاء إلى الإمام ووضع يده على كتفه وأنشد يقول: فديت نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك بكلمة. وهو الشخص الذي وقف أمام الحسين عليه السلام كي يصلي الإمام جاعلا صدره درعا لوجه سهام العدو، وبعد انتهاء الصلاة وقع على الأرض واستشهد. وكان بعض الأصحاب يدورون حول الإمام خلال المعركة، وكان بعضهم يبكي لأنه لا يتمكن من تقديم خدمة أكثر. ودار سعيد بن عبد الله ابن عبد الله حول الإمام بعد أن أصيب ب13 سهم في وجهه ونحره، ووقع على الأرض وقال: يا أبا عبد الله، هل وفيت بعهدي؟ فقال الإمام: نعم، أنت إمام، أنت أمامي في الجنة. نذكر سعيد بن عبد الله في بعض نسخ كتب سعد. ودخل العباس بن علي عليه السلام شريعة الماء، ملأ كفه بالماء وأراد أن يشرب. لا، مو هذا. البعض ينكر على منبر الإمام أن العباس أراد أن يشرب. قطعا يستحيل ذلك. الأصحاب ما فكروا كان يشرب. كيف يفكر العباس أن يشرب؟ رفع بكفيه الماء، نظر الماء، قال: أهذا الماء الذي شرب ابن بنت مدري؟ رمي الماء لكنه لم يشرب ذلك الماء وفاء للحسين عليه السلام بعد أن تذكر عطشا. هو من سرعة حتى يتذكر، لم ينسى. وكان يبكي أثناء الاحتضار رغم أن يديه قطعتا وشق رأسه وأصيب بسهم في عينيه. لما سأله الإمام عن سبب بكائه قال: أبكي لأن العدو يتجرأ عليك أكثر بعد موتي وتصبح أكثر مظلوما. أمر عمر بن سعد ملاحقة فرسان الحسين كي ينزل من على بدور خيولهم فتقل قوته وقدرته ويتم القضاء عليهم في القتال الفردي. لكن القتال الفردي لم ينفع عمر بن سعد، لأن كل مقاتل كان يخرج إليهم كان يقتل. وكان سبب ذلك هو أن جنود الحسين عليه السلام كانوا يقاتلون بكل كيانهم وبقدرة الإيمان، كما يقول السيد حسن نصر الله: أتقاتلون أولاد علي بن الزهراء؟ هؤلاء دمج دماؤهم من إمام علي والزهراء، هؤلاء الذين عدلوا طينتهم من طينة علي والزهراء تقاتلونهم؟ هؤلاء يريدون الموت، أما أنتم فتريدون الحياة. ولم تكن لديهم نية البقاء على قلب الحياة والعودة إلى الوطن، في حين أن جيش عمر بن سعد كانوا يتمنون أن يبقوا على قيد الحياة ويناموا جوائز ابن زياد. وبعد أن قتلت جماعة من جيش عمر بن زياد في القتال الفردي أمر برمي الحجارة على أصحاب الحسين وقال: لو لم ترموهم بالحجارة لقتلوكم. ومع ذلك ثبت الأصحاب وجثى بعضهم على ركبتين وقاموا برمي السهام على العدو، مما أدى إلى توقف خيولهم عن التحرك إلى الأمام. وقد
على أي حال، وتعرض أصحاب الإمام إلى ضربة قوية، ولكنهم لن يفقدوا معنوياتهم. وقام بعضهم أثناء رميهم بالسهام من قبل العدو بنزع دروعهم من أبدانهم، وقالوا: نريد أن نرى في أي أماكن أبداننا نصاب بالحجارة في سبيل المحبوب. ومن بين هؤلاء بنير وعابس وغيرهما، في الحقيقة كان هؤلاء هيئوا أنفسهم للموت. نحن ندخل ثورة ونحن غير مهيئين، لابد أن نهيئ أنفسنا لأن نخوض هذه الصراع من الصراع. حين قرر زهير الإسراع في نصرة الحسين عليه السلام، قال لأصحابه: إني قد وطئت وطنت نفسي على الموت. كان جميع أصحاب الحسين يتصفون بالفتوح، وكانوا يتسابقون في الذهاب إلى ساحة المعركة، كانوا يدعمون بعضهم الآخر في ساحة المعركة، وهذا ما نريده نحن في هذه الساحة. حقا إن الإنسان يحتار في وصفه. نحن لا نعلم هل أن حزن الحسين على فقدهم كان أكثر من حزنهم على غلبة الإمام وفقدانه لأصحابه. كان أصحابه أثناء احتضارهم يبدون حزنا على بقاء الإمام وحيدا، ولم يكن لديهم شيء أعز عن الحسين للتضحية من أجل نهجه وحركته ونهضته وثورته. وكان الأصحاب يسندون بعضهم بعض إما أن نتعلم من أصحاب الحسين في المعركة، وهذا يدل على أن حب الشهادة لم يكن قادما فعلا، بل كان قائما على الإخلاص والعلم وخاليا من أي أنانية وحب النفس. حين كان يقع مقاتل على الأرض يجلس بعضهم عند رأسه ويقوم بتسليته ويودعه حتى بوابة الجنة. كان أصحاب الحسين عليه السلام يتقدمون في ساحة المعركة من دون خوف، وتحملوا آلام جروح شديدة، وكانوا لم يكونوا يشعرون بالآلام. وسبب ذلك هو أن الجذبات تصبح قوية أحيانا إلى درجة بحيث يغفل الإنسان عن ألم البدن، مثل الجذبة الإلهية في صلاة علي عليه السلام حيث لم يشعر بإخراج السهم من رجله. في قصة نساء مصر حيث أدت جلبة يوسف إلى عدم التفاتهن إلى أيديهن وإلى السكاكين، قال تعالى: وقطعن أيديهن. ونلاحظ نماذج لهذه المسألة لدى أفراد غير المسلمين. ما هو الأول نساء في كربلاء وفي ثورة كربلاء؟ كان النساء دور أساسي في قضية أصحاب الحسين وتقدمهم نحو الأهل. قامت كثير من الأمهات بحث أبنائهن على نصرة الإمام. على النساء أن يقترين بنساء الحسين عليه السلام. قامت كثير من النساء بحث أزواجهن على القتال. هاجمت بعض النساء العدو بأعمدة الخيام، وقد وقتلنا عددا من أفراده. حين ذهب عبد الله بن عمير الكلبي إلى ساحة المعركة، حملت زوجته عمود خيمة وقالت: أفديك بنفسي دافعا عن النبي، وضحي بنفسك دفاعا عن سلطة النبي. وأراد عبد الله أن يعيد زوجته إلى الخيمة فرفضت وقالت: يجب أن أكون معك حتى الموت. فطلب الإمام منها الرجوع ورجعت. ما رجعت من نفسها، رجعت بطلب الإمام، والإمام افترض الطاعة. كذلك
كلمة كلمة أخيرة. كان مضطراً خلال الحرب إلى الحصول على خبر عن أهل حرم أحيائهم، كان يسأل عن أحوالهم ويسليهم ويزرع لديهم استعداد لتحمل المصائب اللاحقة. وكان لديه مريض في إحدى الخيام، كان الإمام السجاد عليماً مريضاً، أصيب بمرض شديد طيلة يوم عاشوراء، وكان يقنع عليه أحياناً ويحمد الله سبحانه وتعالى أن يبقى باقياً في البيت. كان الإمام يمر على كلمته بين الحين والآخر ويتكلم معه ويسلمه ودائع الإمام إنه الإمام اللاحق ورئيس قافلة السبايا، وعليه أن يتولى المسؤولية الفطرية اللاحقة. وقد حان وقت الصلاة. من المسائل المهمة جدا عند الإمام الحسين لم يترك الصلاة حتى في أشد حالات حرارة، وكان عليه أن يأتي بالصلاة ويصلي وسط الناس وفي ساحة الحرب كي يرفع عنه شبهة الكفر وعدم الإيمان، ويفهم الآخرين أن الصلاة مهمة لا تترك ولا تنسى في أي حالة من الحالات، حتى في أثناء الحرب وحتى وسط السهام والسيوف وحتى وجه المؤمن. ورأى أبو حمامة الصافي أن وقت الظهر حان فخاطب الإمام وقال: أحب أن أصلي معك مرة أخرى قبل الموت. فقال الإمام: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. وطلب من أعدائه أن يمهلوه ليصلي لربه فاستجابوا له، وأقام الإمام الصلاة جماعة، ووقف سعيد بن عبد الله وزهير بن قين أمام المصلين حتى انتهت الصلاة، واستشهدا متأثرين بالجروح التي أصيبا بها بسبب سهام العدو. هذه واحدة من المسائل المهمة التي ينبغي أن نركز عليها، مسألة الصلاة والعبادة. فإن الإمام أعطى درسا بليغا في الصلاة لا تترك حتى في أصعب الأوقات وفي أشد الأزمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.